كابتن نعيم إلى مباراة أخرى فرنسا التي تأهلت رغم الخسارة من تونس 0-1. تونس بأربعة نقاط تغادر مغادرة يعني تستحق الألم. يعني ما أتمنى أنه المنتخب التونسي غادر، لكن أعتقد ما تمنيت بس توقعت. توقعت احنا ما نتمنى بكل تأكيد، بس توقعنا انه المغادرة، لانه كل يعرف انه يلعب امام منتخب فرنسا اللي قدر من خلال مباراتين يحقق علامة كاملة، علامة كاملة وبأهداف غزيرة تفوق في مرمى الخصوم. نعم، فما معطيات ما تنطي انطباع انه ممكن. لكن اليوم انا حتى في مشاهدتي خلال المباراة انه المدرب الفرنسي ديشام انت شفت لمحات منه، اجلس اغلب اللاعبين على مصطبه الاحتياط، رغم انه حتى الفريق التونسي يعني جلس مصطبه الاحتياط المكناسي، اللاعب نعيم السليطي، اساسيين من اللاعبين الاساسيين اللي شاركوا المباراه الاولى. ليش نعيم يعني هيك شوف التفسير يعني اريد انا احتاج احتاج النقاط الثلاث. انا اعتقد في بعض تونس يعتقد انه هاي وجهه نظر الشخصيه، يعتقد انه المباراه كانت صعبه وهي ما تخلو من الصعوبه اكيد وفق المعطيات اللي قلناها، انه منتخب الفرنسي بطل كاس العالم بوجود امبابي، كريزمان، ديمبلي، كثير من اللاعبين اللي موجودين اللي هم ممكن يحسمون لك مباراه في اي وقت، مفاتيح لعب كبيره جدا. كان ديشام هؤلاء اللاعبين كان أراحهم في هذه المباراة على أنه تكون مباراته إشراك البدلاء وممكن يكونون للمرحلة المقبلة أكثر يحتاجهم إراحة. إراحة واضحة. بس تونس ليش غير باللاعبين الأساسي ومع ذلك وفق المتغيرات؟ نعم، وفق المتغيرات الروحية، إجت الروحية لدى المنتخب التونسي أنا أعتقد كانت هي اللي طاغية، وهي اللي رغم أنه لو نشوف نسب الاستحواذ المنتخب الفرنسي عنده 66% و 34% لدى المنتخب التونسي. هذا اللي أتحدث أنه دائما مو دائما هو اللي مستحوذ هو اللي يفوز، الاستحواذ في بعض الأحيان في مناطق غير خطرة على الفريق. إذن هدف للتاريخ وانتصار للتاريخ وخروج أيضا للتاريخ. نعم، خروج مؤلم يعني خروج للتاريخ. يعني يمكن يعني لولا نتيجة المباراة الثانية يمكن كان ممكن أن ممكن يعني كان ممكن المباراة السابقة اجمل عرض قدمه احنا ما شفناه، ولكن شفنا الهايلايتس يعني ابرز معطيات المباراه، يمكن اجمل ما قدمه المنتخب التونسي يعني امام بطل العالم. المنتخب التونسي قدم اليوم مباراه رائعه جدا. خليني اشير يعني عفوا على المقاطعه، اشير للمفاجاه اللي توقعها بالامس، مو توقعها، قال اذا فازت تونس ستكون يعني مفاجاه من العيار الثقيل. يعني اعتقد هو يميل للكره، يعني يميل يدافع استاذ خلف تحياتنا له. انا قلت له نعم هذه مفاجاه، ولكن بالنتيجه من سيتاهل عاد الى من سيفوز عاد الى الفوز هذا اللي خلينا نشوف الهدف عاد اكد انه سيفوز المنتخب الفرنسي.